لمزيد من التعليق والمتابعة أيضا بشأن النفوذ الاقتصادي الإيراني في سوريا وتحولاته بعد الاتفاق الإيراني السعودي. معنا عبر سكايب من اسطنبول متخصص في الشأن السوري ياسر النجار. مرحبا بكم أستاذ ياسر. في البدء، يعني هل كان دخول إيران لحماية نظام الأسد منذ عام 2012 هل كان هذا عسكريا فحسب أم أن الهدف الاقتصادي كان يعني حاضرا منذ البدء؟ حياكم الله لكم ولجمهوركم ورمضان كريم على الجميع للأمة الإسلامية. يعني أنا أعتقد أن إيران لم تنقطع علاقتها مع سوريا منذ بداية ما يعرف بعهد الخميني وعهد الثورة الإيرانية، وإنما كانت شركاء، كانت النظام السوري عن نظام حافظ الأسد الأب والنظام خميني وما تبعه من أنظمة لإيران، نظام ولاية الفقيه، كانوا هم على شراكة واضحة. ولكن الذي تبلور أن هذه الشراكة أصبحت حالة تبعية بالمطلق في فترة ما يعرف بالثورة السورية. إذا نحن نتكلم عن إيران تعتبر أن نظام بشار الأسد أصبح يعني وكيلا لها في ولاية من ولايات إيران، وبالتالي إيران هي التي تتحكم بالمشهد سواء سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا. طبعا لا ننسى أن هناك شريك عسكري آخر وسياسي وهي روسيا، لذلك نجد أن التفاهمات الروسية الإيرانية حول إدارة المشهد في سوريا كانت متكاملة، يشوبها بعض التجاذب حول كل جهة تريد أن تحسن من يعني ظروفها أو نفوذها في الأراضي السورية. الآن إيران تستغل انشغال روسيا بما يعرف باحتلال روسيا لأوكرانيا وحالة العقوبات التي تتعرض لها، وإيران تدير المشهد الآن من خلال الحالة السياسية. ترى إيران نفسها الآن يمكن أن يكون هناك تقارب مع بعض الدول العربية، أتكلم عن ما يعرف بتقارب أو بداية التفاهمات بينها وبين المملكة العربية السعودية، وأعتقد أن الملف السوري هو أحد الورقات التي ستعرض على طاولة التفاوض ما بين الدولتين. أيضا إيران تريد أن توصل رسالة إلى الدول العربية التي لطالما كانت تمني نفسها بأنها تتدخل في سوريا وتعيد التطبيع مع النظام السوري من أجل أن تسحبه من نفوذ إيران عليه، ولكن الذي يحصل الآن إيران وكأنها تعطي هذا الكمين أو تعطي هذا يعني الرسالة من خلال أن تخفف من نفوذها الاقتصادي نسبيا، ولكنها هي التي تتحكم بالمشهد على المستوى النهائي. أنا أتكلم ليس مقنعا برأيك ما يحدث سيد ياسر، هذه كما وصفته هذه الحيلة أو المكر أو الكمين، وكما ذكرنا بأنه إنهاء إيران لمشروعات كان مخطط لها مثل شبكة ثالثة الهاتف محمول أو المصرف المشترك وحتى إعادة تأهيل محطة كهرباء حلب، كل هذا يعني لعبة إيرانية لإعطاء يعني طمأنة مثلا الجانب السعودي والعربي بأن إيران فعلا صادقة في هذا الاتجاه. يعني كنت سأكمل من هذه النقطة وأقول بنفس اللحظة نعلم أن العقوبات آتت كلها على إيران وأن إيران لديها أزمة اقتصادية حقيقية، لذلك هي بحاجة إلى المال الخليجي أن يدخل إلى المشهد في سوريا، وهي بالنتيجة ستكون المستفيد أولا وآخرا. إذن إيران الآن نتيجة للعقوبات ونتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها هي تحتاج إلى شريك برأس المال، وهذا الشريك هو المملكة العربية السعودية ودول الخليج. ولكن حتى يكون هذا الشريك مقتنعا بدخوله إلى المشهد في سوريا يجب أن تعطيه قليلا من يعني المكاسب، ولذلك أنا أعتقد أن إيران تتخلى عن بعض المكاسب الاقتصادية للشريك الخليجي الذي سيضخ بمال خليجي إلى الداخل السوري. هذا ما تمني به نفسها إيران، ولكن أعتقد أن المملكة العربية السعودية تعي هذه الحقيقة، لذلك هي تحاول أن تتفاوض لتحسين شروط اللعبة في نتيجة حول مآلات سياسية هي التي تتحكم بالمشهد أكثر منها على المنحى الاقتصادي. أيضا إيران هل يمكن أن تؤدي دورا في الوساطة لإعادة سوريا مثلا بهذا النظام إلى الحضن العربي كما فعلت بغداد ومسقط في يعني إعادة إيران إلى هذا الاتفاق السعودي؟ يعني إيران بيدها الآن، الجميع يعلم أن مفتاح بشار الأسد أو مسير القرار لدى بشار الأسد هو بيد إيران. إذا إيران هي عندما تتخلى أو تسمح بتقارب عربي باتجاه بشار الأسد هذا يكون يعني بشكل مباشر هو برغبة إيرانية وليس غصبا عن إيران أو بعدم رضا إيراني.
ولكن الدول العربية تعتقد أنها بتدخلها على المشهد شاءت يعني إيران أم أبت، سيكون هناك جزء من النفوذ العربي على هذا المشهد. نحن لا نتكلم عن عودة النظام السوري إلى ما يعرف بالجامعة العربية، كون أن الجامعة العربية هو مشهد رومانسي أكثر منه مشهد فاعل حقيقي على المنحى السياسي، ولكن نحن نتكلم عن الداخل السوري. الآن المشهد هو كالتالي: إيران بحاجة إلى رأس المال الخليجي، الدول الخليجية يحتاجون إلى موافقة إيرانية حتى يكون لهم نفوذ وعودة إلى المشهد السياسي في سوريا. المملكة العربية السعودية ترى أن علاقتها مع إيران لا تحتكر فقط بالمشهد السوري، وإنما هناك مشهد في اليمن، هي بحاجة أيضا إلى أن يكون هناك توافق سعودي إيراني بالمشهد في اليمن، وقد تكون الورقة السورية الورقة الثانية أو الثالثة على حجم الأهمية لدى المملكة العربية السعودية. إذا بالنتيجة إيران تمارس السياسة بالعطاء والأخذ، والدول الخليجية تعي هذا الأمر وتريد أن يكون لديها تدخل، سيما وإنها ترى أنها أبعدت عن المشهد طوال السنوات الأربع الماضية، وهي تريد وتجد الآن أمامها فرصة لأن تكون عائدة إلى المشهد في الداخل السوري. من هنا إلى أي مدى أستاذ ياسر ترى أن إيران يعني ستصدق في التعامل مع هذا الواقع خال من ما عهدنا على إيران من صراعات ومؤامرات واللعب على الحبال تحت هذا الضغط الدولي وحتى الشعبي والأزمة الاقتصادية أيضا داخل إيران؟ يعني أنا أعتقد إيران بيدها مفاتيح اللعبة كلها في سوريا، هي لديها قوة ناعمة على مستوى المشهد الاقتصادي، على مستوى المشهد التعليمي، لديها جامعات، لديها حوزات علمية، لديها مدارس، لها سيطرة على حتى على شبكات التجار المتواجدة في الداخل السوري. إذن إيران لا تخشى من ضخ المال الخليجي أن يكون يسيطر أو يزاحمها على المشهد في سوريا لدرجة تقلقها، هذا من جانب. من جانب آخر أنا أرى أن إيران حقيقة ترتبط بالمشهد السوري ارتباط عضوي، هي حاولت أن تزرع ما يعرف بمشهد موضوع تصدير الثورة الإيرانية والحالة الطائفية، لذلك نرى أن إيران ليس لديها رغبة بأن يكون هناك تقارب تركي سوري، عندما تعلم أن هناك 4 مليون سوري متواجد في تركيا وهناك مثلهم بالعدد على الحدود السورية التركية، سيكون لهم دور ونفوذ سني من جديد، أغلبهم كلهم من الطائفة السنية. إذن إيران ترى المشهد في سوريا بعيدا عن هذه الأعداد الكبيرة من يعني الأعداد السوريين ذو الغالبية أو الطائفة السنية، لذلك أنا أرى أن إيران تحاول أن تتلاعب بالمشهد السياسي. الصورة ليست واضحة بشكل كامل ونهائي، هي تريد أن تورط المشهد في المال الخليجي ولكنها تتحكم بمفاتيح اللعبة ولا تخشى أن يكون هناك كسر لنفوذها بشكل كامل. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عبر سكايب من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار.